الوزارة النقل والاتصالات تشمل القطاعات النقل، النقل الداخلي يعني كنقل بري، وعندنا مطارات. واتصالات تشمل قطاعات الاتصالات المختلفة مثل الانترنت والهاتف النقال المحلي ودولي. وعندنا أنواع جوية متابعة لنا. هاي تقريبا كوزارة النقل. بخصوص سؤالكم حول النقل، عندنا أنواع النقل في إقليم. النقل الأشخاص بسيارات الصغيرة أو الباصات للنقل الركاب، عندنا سيارات لنقل البضائع داخلية وخارجية، وعندنا القطاع النقل. كيف احنا دا نتابعه؟ من خلال احنا كوزارة عملنا وعمل تنظيم قطاع النقل من خلال الشركات الأهلية اللي تعمل في هذا المجال. عندنا شركات للنقل البضائع، عندنا شركات لنقل الركاب، شركات لنقل الركاب داخل الإقليم، داخل مدن، بين مدن ومدن، وبين إقليم ودول أجنبية كقطاع النقل. يعني أكو شركات قطاع خاص، وكوزارة من خلال الوزارة ننسق بين هذه الشركات لتنظيم عمل النقل في إقليم كردستان. حاليا عندنا هاي الامور اللي تكلمت بخصوصها، بس مستقبلا بدنا نفكر بامور اخرى، لان قطاع النقل في اقليم بدنا نعاني، لان النظام او خلينا نقول السيستم النقل في اقليم هو نظام قديم ما يراد له تطور كبير، وهذا التطور خاصه اكو زحمه كثير في الشوارع في المدن من الصبح حتى الليل. فحقيقة احنا نريد عندنا فكرة موضوع الترام حتى نطبق موضوع الترام في اقليم كردستان. عندنا موضوع قطار سكك حديد بين المدن، وعندنا موضوع مشروع سيتي باس حتى ننظم عملية حركة المرور داخل اقليم. عندنا خطة بدينا بتطبيقها، خطتنا الباصات القديمة نشجع بتبديلها الباصات الجديدة. مثلا أول شيء الشركات اللي تجيب الباصات لهذا الغرض مو لغرض تجاري، أول شيء نعفيها من الجمارك. الشركة إذا تجيب باصات لغرض تبديل الباصات القديمة بالجديدة نسوي إعفاها من الجمارك، هاي نقطة واحدة. وإحنا كحكومة كوزارة ندفع 3000 دولار للسائق أو صاحب الباص القديم بهدف تغيير الباص إلى باص جديد، حتى تكون باص جديد بها كل الوسائل الراحة المسافرين. وهذا المبلغ برأيي هو مبلغ قليل، ولغرض تشجيع هاي الحالة وإرادة زيادة المبلغ، وإحنا دا نفكر بمبلغ أكثر حتى ناخذ موافقة مجلس الوزراء ونشجع أصحاب الباصات القديمة. أكيد أخنا نتم البارحة كان عندنا لقاء، كان هوني وزير نقل عراقي، وكان معه لقاء خاص خصوص ناقشنا موضوع تنفيذ خط سكك حديد في العراق وربطه بإقليم كردستان ومن خلال إقليم كردستان عبر تركيا ودول أخرى. هذا المشروع لو تم تنفيذ هذا المشروع، أول شيء يكون ربط العراق من خلال إقليم كردستان بتركيا وبعدين بدول أوروبية، وربط بقية المدن العراقية بمدن إقليم، وربط مدن إقليم بمنفذ حدودي وتركيا وكذلك إيران. فحقيقة هذا المشروع لو نفذ مستقبلا وصار إنجاز هذا المشروع راح يتحقق أرباح كثيرة في قطاع النقل، وراح يوفر
مثل ما نقول دخل كبير للدخل القومي لأقليم كردستان. يعني راح يكون عنده واردات كبيرة وراح يساعد كثير بزيادة الدخل القومي في أقليم كردستان. هذا مشروع حيوي واستراتيجي، لأنه راح يستخدم راح هذا المشروع راح يكون فوائده لنقل الركاب ولنقل البضائع، خاصة أقليم كردستان بعيد عن البحار والموانئ، لأن ما عندنا بديل. البديل الموانئ والبحار هو هذا الخط الاستراتيجي الحيوي وخط السكك الحديد، بس التكاليف كثيرة، مشروع صعب بالتحقيق. يعني احنا دا نشتغل ونعمل بجدية لتحقيق هذا المشروع، وبدينا من خلال الحكومة العراقية، وأكو رغبة من الحكومة العراقية لتنفيذ هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو استراتيجي ويخدم العراق كل كعراق كأقليم كردستان.